وانتحر بعز شبابه. منو؟ دا أحكي عن روبوت كوري متحمل ضغط العمل وانتحر على طريقة البشر، ذب نفسه من فوق البناية. مع التقدم السريع بمجال التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الروبوتات بالصناعات المختلفة، أصبحت كوريا الجنوبية واحدة من الدول الرائدة باستخدام الروبوتات لتلبية احتياجاتها الإنتاجية. ومع ذلك بدأت تظهر بعض المشاكل الناجمة عن هذا الاعتماد الكبير، حيث تم الإبلاغ عن حالات انتحار روبوتات بسبب ساعات العمل الطويلة والإجهاد الناتج عنها. انتحار؟ معقولة تصدقون بهيك أخبار؟ طبعاً، السلطات بكوريا الجنوبية فتحت تحقيقات بسبب واقعة انتحار الروبوت، وتم العثور عليه محطم ملقى بالدرج بين الطابق الثاني والأول. وبعد ما انتشر الخبر على وسائل التواصل، الناس تسأل يعني شنو انتحر؟ غير تعطل ووقع وانكسر؟ إنسان هو مثلاً حتى يحس ويعرف ويتعب؟ جهاز حالة حال الأجهزة لكثرة الاستخدام يعطل ويخرب. وهواي عالم قالت ليش هذه الدراما؟ وليش تتعاملون ويا الروبوت وكأنه ما إنسان؟ برأيكم شنو الفكرة والغاية من انتشار هيك أخبار؟